بسم الله الرحمن الرحيم. المناسبة هذه الآلمة كنقدم التعازي ديالي للأهل ديال السي محمد الطهريوي رحمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى رأس الأهل ديالو هو الأب ديالو السي حسن. نطلبوا من الله سبحانه عز وجل يقوي الإيمان في القلب ديالو ويرزقه بالصبر، والأم ديالو كذلك ومثله، وجميع الأهالي ديالو من على رأسهم جدو عمر وجميع الأحباب. السي محمد الطاهري كان واحد الإنسان طيب ذو أخلاق عظيمة بزاف. كان إنسان يعني غير كيضحك، ما عمر جامي في حياتي أنا بعد أعود منهم قلت أنا ما عمر ما اشتهى السي محمد الطاهري يعني داعب ديال شي واحد ولا يعني تخاصم مع شي واحد ديما يعني سامح بالحق ديالو، ديما ضحك، ديما نشط. وكان معايا في فريق، اللي هو فريق أمال سكرافور منذ الصغر، يعني من الصغر ديالو كانت عمره ديك 7 سنين 8 سنين حتى ديك 14 سنة 15 سنة هو معايا في فريق، وكنت يعني هو دائما كنخليه الورقة الرابحة، الورقه الرابحه. يعني غير كندخلوا كيكون في الاحتياط، غير كندخلوا للفريق يعني كيجيب لنا النتيجه، كتغير النتيجه سواء كنا متعادلين ولا كنا يعني خاسرين ولا، المهم كيجيب لنا النتيجه. وكنخرجوا فرحانين، وكان الاب ديالو كان كيشجعوا بزاف هذه الرياضه، لان ما الولد الوحيد اللي عنده غير هذا الولد هذا، وعنده واحد البنت اللي عنده في الحياه ديالو، ونتمنوا له ان شاء الله من الله تعالى. انما احنا حاسين بهذا الاب هذا، حاسين به. ام السي محمد الطاهري تغمضه الله برحمته، ان لله وانا اليه راجعون، راه عند الله سبحانه عز وجل. ولكن الاب ديالو هو اللي راه يعني في هذه الحياه هذه، وراه حنا حاسين بالالم ديالو. نطلبوا الله تعالى يلبسوا ان شاء الله الايمان، قوي الايمان في القلب ديالو والصبر، والام ديالو كذلك ومثله. إن لله وإنا إليه راجعون. ما نقدر نزيد نقول حتى شي حاجه، انما هاد الدري بقى فينا بزاف. انا بالنسبه لي انا كالابن ديالي، لان ما هالصوره يعني ديال الحفله فاش دينا يعني فزنا بالدوري، واحد الدوري قمنا به هنا في زايو، يعني تنظم هنا في زايو وفزنا به، وكان حاضر معنا السي محمد الله يرحمه برحمه الله. وماشي بزاف اللي كان معنا هنا، واحد 20 يوم اللي كان معنا هنا يا مسكين شفناه، واخر نظره شفناها في هذا الدري هذا. ونطلبوا من الله تعالى الله يرحمه ويوسع عليه، والله يجعله من اهل الجنه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونطلبوا من جديد الصبر والسلوى للاهالي ديالو بصفه عامه، ان لله وانا اليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه المناسبه الاليمه ديال وفاه الصديق ديالنا محمد الطهراوي، كنقدموا اولا احر التعازي للعائله ديالو، نتمنوا من الله سبحانه وتعالى باش يرزقهم الصبر، ولا يصيبنا الا ما كتبه الله لنا. بهذه المناسبه ايضا، فمحمد الطهراوي كان صديق ديالنا منذ الطفوله، وكان صديق في المستوى يعني من اي ناحيه، لعب معنا كره بزاف وقرا معنا، ولكن هذا قدر الله سبحانه وتعالى. ومره اخرى كنعاود نقدموا احد التعازي للاهل ديالو، نتمنى الله يرزقهم الصبر. الرحمن الرحيم. بهذه المناسبه كنقدموا احد التعازي لعائله صديقنا والاخ ديالنا محمد الطهريوي والعائله نتاعو، نتمنى ربي يرزقهم الصبر. وهذا الصديق كان صديق ديالنا ديال الطفوله، يعني كان انسان طيب ودوز معنا وقت مزيان بزاف، وهذا الشيء القدر ديالو، وكتب له ربي يعني كل شيء بمكاتب. إن الله وإنا إليه راجعون.